ايه هي سلطة البنجر معانا وايه مقاديرها. عندي اول حاجة البنجر هجيبه يكون هنقطع مكعبات ونسلقه بمية بسكر ونقشره، وعندي كمان الرمان، العيش الشامي هتحمروه او هتحطوه في الفرن يتحمص، جرجير وخس وجبنة فتة مكعبات، عندي الصنوبر، زيت الزيتون، خل البلسمك، عسل ابيض، ثوم مفروم والمستردة، ده الصوص بتاعنا. تعالوا نشوف اول حاجة انا عايزة اعملها ايه. يلا بينا ناخد مع بعض كده الخس بتاعنا وايه ونبدأ في التقطيع. اهو يلا بينا، والجرجير، بصوا بقى الجرجير البلدي حكاية حكاية ورواية. شوفوا 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 بقى الجمال ده والحلاوة دي. كده هنجيب هنا البنجر، بنجر بصوا يعني هي ايه المية اللي بتنزل كده معاه البنجر لما يتسلق بنرش عليه رشة السكر، بتفرق جدا معاه، ف يعني اعملوها ما تقولوش لا. والرمان هسيب شوية على الوش، والجبنة بقى الفتة بتاعتنا بصوا جمالها وحلاوتها دي اهو كده. وتعالوا بقى نعمل الايه الصوص بتاعنا، نحط كده. هجيب هنا الاول الفلفل، ملح، والمستردة. اوكي خلاص زيت الزيتون اهو، نرجع بقى العسل، والخل البلسمك، وحتة تومة بسيطة تطعمها لي بس مش كتير بس كده. وبعدين زيت الزيتون. عايز اقول لكم الصوص ده من احلى الصوصز اللي بتتعمل للسلطات، وممكن نحطه على اكتر من سلطه، طعمه بيكون جميل جدا وبيدي الحلو والحادق والمزازه كده بتاعه السلطه اللي احنا بناكلها دايما بره. فدي من الدريسنجز الصوصات الحلوه قوي والسهله جدا، يعني ايه الاتنين مع بعض اهو كده. وهقوم منزل عليه زي ما انتم شايفين، انا العيش ما حطيتوش، هحطه في الاخر علشان ما يطريش، ما يبقاش طري عند التقديم عشان ما يبقاش ايه طري معايا. ونقلب كويس قوي. بصوا انا عايزه اقلب كل المقادير مع بعضها. هاجي بقى هنا كده وعايزه انقل السلطه بتاعتي. حط بقى على قد ايه طبق التقديم كده، شايفين؟ ايوه كده. وبعدين هجيب العيش وهنحطه، والصنوبر كده، والرمان برضو اهو.